الحمد لله رب العالمين، والفرج رب العالمين اجى ان شاء الله على اللاجئين الموجودين في الاردن ولبنان وتركيا ومصر. راح تسألني شنو هو الفرج؟ راح اقول لك رب العالمين يفتحها على الجميع ان شاء الله. عندي خبر وبشارة، وبشارة اريدها منكم باشتراك بالقناة وضغط اللايك. هاي البشارة تنقسم الى قسمين. اول بشارة هي اللاجئين المقدمين على الامم المتحدة المسجلين على كندا بحد ذاته. انا قبل 3 اسابيع سمعت خبر عن وزارة الهجرة واللاجئين الكندية، قالت بي احنا راح نسرع قدوم اللاجئين المسجلين بالامم المتحدة واللي ينتظرون من زمن كورونا، يعني من صار له 5 سنين و4 سنين و3 سنين و2 سنين، هذولا كلهم راح نقوم بتسريع فايلاتهم وقدومهم الى كندا. بس اني ما نزلت فيديو ولا حكيت بالموضوع، قلت خلي اتاكد بالاول، خلي اتاكد صدق هذا الكلام راح يتنفذ له لا. الحمد لله البارحه بمدينتي بمونتريال او بالفرنسي موريال، مدينتي في مونتريال، زرت فندق بيه 12 عائله لاجئه جايين من الاردن ومن العفو من الاردن ومصر وتركيا ولبنان. تكلمت وياهم هذول ال 12 حالة، بس للاسف ما قبلوا التصوير، قالوا نحن جديدين وكذا وكذا، رجاء لا تصورنا. بس انقل اخبارنا وقول لهم. انا سالتهم انتم بس 12 عائله جيتوا بهاي الطياره؟ قالوا احنا اكثر من 50 عائله، قبل 3 ايام كنا اكثر من 50 عائله بطياره متجهه الى كندا، وبعدين توزعنا على مقاطعات كندا، واحنا بقينا 12 عائله على كيبك او في مونتريال. وقالوا لي همينا بعد اكو هوايه راح يجون، لان احنا شفناهم بالدورات التثقيفيه. هاي الدوره التثقيفيه تاخذها بعد ما تخلص اوراقك وتاخذ التذاكر الطياره، تروح على هاي الدوره موجوده بالسفاره الكنديه في تركيا ومصر. هاي الدوره يفهمون كيفيه الوصول، كيفيه السفر، شلون تسافر، شلون توصل، شنو الاوراق اللي يرجوها بالحين، والجنط وكذا وكذا. قالوا احنا شفنا ناس هواي بالدورات التثقيفيه ويانا، وجايين تاخذون هوايه ناس حتى يسافر. تكلمت واحد من عائلة من تركيا، تكلمت من عائلة من لبنان، وتكلمت من عائلة من مصر. ما أريد أذكر الجناسة، بس أقول لكم إياها هي كلها جناسة عربية، يعني من العراقيين ومن السوريين ومن السودانيين ومن الصوماليين، كلهم جايين عن طريق الأمم المتحدة مسجلين من زمن كورونا. وشفت واحد قال لي أنا صار لي سنة تقريبا وهسه، قالوا لي وهسه وصلت إلى كندا. الخبر الثاني المفرح والبشارة الحلوة إن شاء الله، البشارة جت عن طريق وزارة الهجرة الأمريكية. هسه احنا بدنا نحكي عن أمريكا. وزارة الهجرة الأمريكية قررت ان توظف من 3000 الى 4000 محلف، من 3000 الى 4000 محلف هجرة. ليش؟ لأن مجلس الشيوخ الأمريكي بنطاقه الحزبين الموجودين به قرروا تسريع الهجرة واللجوء عن طريق الأمم المتحدة إلى أمريكا. يعني من صارت من 4 سنين و3 سنين و2 سنتين سووها إلى 6 أشهر. يعني أكو ناس من زمن كورونا وأكو ناس قبل زمن كورونا بينتظرون هاي اللحظة. يعني قالوا احنا وظفنا اكثر من 3000 الى 400 محلف في قطاع وزارة الهجرة لتسريع الاوراق الامم المتحدة واللاجئين على الامم المتحدة والاي او ام، وذلك بسبب قرار مجلس الشيوخ لاضافة الميزانية وتسريعهم عن طريق الامم المتحدة. البشارة الثالثة، شوف اليوم 3 بشارات،
أنا دائما أجيبكم بالبشارة ودائما أتأكد من كلامي حتى أوصل لكم. طبعا هذا المطر هذا رب العالمين يشهد علي، شوف حتى الجو مطر برد وأنا أطلع أحكي وياكم وأقول لكم عن هالبشارة اللي أنا يعني إذا ما تأكدت من نفسي ما قدرت أقولها. وإن شاء الله إن شاء الله أكون أول شخص أني متكلمت عن هالبشارة وتكلمت عن هالموضوع وسولفت عليه. إذا تريد تتأكد من بشارتي عن ادخل على وزارة الهجرة الكندية، ادخل على وزارة الهجرة الأمريكية وشوف القرار بعينك، شوف من 3000 إلى 4000 مرحلة، شوف القرار يقول لك من إلى حد 6 أشهر، 6 أشهر من التقديم وتوصل. أما اللي عندهم 5 سنين وأربع سنين دي ينتظرون، هذول جايين خلال هالصيفية إن شاء الله، يعني خلال شهر أو شهرين بعزة الله سبحانه وتعالى. البشارة الثالثة هي مكاتب الأمم المتحدة الموجودة في تركيا، في لبنان، في الأردن، في مصر. هاي البشارة والله أجمل بشارة سمعتها. البشارة الأمم المتحدة ذكرت انه احنا راح نرجع هيكلة تحديث آلية، شوف هيكلة وتحديث آلية مكاتب الأمم المتحدة الموجودة في هاي البلدان لفتح الأبواب للتقديم الحماية والتوطين للعوائل اللاجئين اللي يتقدمون بطلب الحماية واللجوء والتوطين إلى دولة ثالثة من تركيا أو الأردن أو لبنان أو مصر. فأني من خبرتي بالأمم المتحدة وأنا أتكلم هواية عنهم وإن شاء الله خبرتي تكون صحيحة وتكلم ويفيد الجميع، إنه إذا أنت تريد تسافر أو تطلع من تركيا أو من الأردن أو تريد ترجع لأهلك وأنت مسجل على الأمم المتحدة، حاول هاي الصيفية حاول هاي الصيفية تبقى لأن خير إن شاء الله إنه راح يخابرك وتسافر. لا تيأس، يعني هاي الفرحة مو بس إلك، هاي الفرحة إلي لأن حتى أشوفكم بكندا وبأمريكا عايشين ومرتاحين. أتمنى لكم الخير والعافية والسلام. لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى أخبار جديدة وحلوة وجميلة توصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.